bis dahin. ست ربيعة استاذ سراج هاي جابك. أنا جيت عليك. تفضل استريح، تفضل، كل الهلا بيك. هاي الأمانة. أشكرك عيني، تعبتك ويا أستاذ. عذريني، فتحت الجنطة حتى أشوف في الدليل يوصلني إليك. وأكيد كل شيء ما عرفت، لأن كلها رموز وأرقام، مو صحيح؟ أكيد صحيح. أستاذ سراج، تقدر تساعدني وتوقف وياي؟ أنا محتاجة إنسان نبيل وأخلاقه عالية مثل حضرتك، أنا بصراحة يوقف وياي ويساعدني، لأن تعرف أنا موجودة هنا ووحدي، كل شيء ما أقدر أسوي يا أخي. وهذا المحامي فد واحد طرازة خاص وقدرته محدودة. إي والله أنا حاضر لأي مساعدة، أنا طلعك من هاي الشدة. وهسه فهميني، شلون أقدر أساعدك؟ شوف، رح أنطيك كارت المحامي مالتي، اسمه أيوب أيوب، وأريدك تتصل بي، هو رح يفهمك على كل شيء. زين، هو مكتبه وين حتى أقدر أشوفه؟ أيوب المحامي ما عنده مكتب، مثل ما قلت لحضرتك طرازة خاص، ويختلف بأفكاره وسلوكه عن أي محامي أنت تعرفه، حتى بصراحة البعض يخلوه أو يسموه مجنون. ما عنده مكتب، شلون أقدر أشوفه؟ ولهذا قلت لك، هو أنت باوع، اتصل بي وعرفه بنفسك وقل له أنا من طرف ست ربيعة، وهو أكيد رح يرد عليك. عجيب. مو قلت لك طرازة غريب، بس هو بصراحة إنسان بمعنى الكلمة. أنا تعرفت عليه من خلال عملي بالمنظمات الإنسانية. أستاذ سراج، أنا مخلية مفتاح بالبيت بمكان جدا أمين، ولازم تحصل عليه. وهذا شلون أوصل له؟ من تدخل صالة البيت راح تلقي أمامك مكتبة بيضة. هذه المكتبة مالتي، أكو بجانب بيها كتب خاصة بالدراسات الاجتماعية والحضارية. ابحث عن كتاب اسمه قانون العقوبات. بداخل هذا الكتاب راح تلقي ظرف أسمر، بداخل الظرف مفتاح، وهذا المفتاح يحل كل شيء. زين، هذا المفتاح ماليش؟ مفتاح صندوق البريد مالتي، يعني صندوق أمانات بالوثائق والحسابات اللي تخص أملاك أستاذ، وبأيضا الوصية إذا الله سبحانه وتعالى أخذ أمانته. هو هذا اللي يدورون عليه أولادي أيمن وأيسر. دكتور دكتور دكتور، الله يخليك، حقك دكتور. شوف هذا اللي يضربنا، الله يخليك. أنت ليش تضربه؟ إذا ما يرجع لي طيارتي راح أضرب. واحد، واحد ونص، اثنين. رجع له طيارته دكتور، مو طارت لسه دكتور. إذا سوف أرمي. واحد، اثنين. أقول لك عمو، قول ورا الاثنين إيش يجي؟ ثلاثة. غلط، ورا الاثنين يجي ثلاثة. يقولون المجانين في نعيم.